يحاولوا يدونتيفي اللي فيه معناتها اللي موجودين على الساحه الوطنيه بعد الاختيارات اللي صارت على مدى 4 أيام في صفاقس وفي مدن اخرى في الحمامات. كملنا في الحمامات الاختيارات كانت طريقه مدروسه. ثم كاليفيكاسيون كوب دافريك باش تكون في اخر شهر جويلية باش تكون ضد الجزائر والمغرب، واللي باش يربح معناتها لي دو زيكيب باش يكون هو المرشح على زون 1 نتاع الفيبا افريك. ستاج هذايا بالنسبه للناتيف داج هو براتيكمون اول ستاج عندهم ان شاء الله دي جي سيونس في الصيف باش يلعبوه. تعرفنا على الجروب، شفنا النيفو اش فماش ما فماش باش نعرفوا لي ستاج الجايين شنو نبرمجوا فيهم. المستوى مقبول، فما برشا حاجات باهيه اللي تنجم تبني عليها القدام، فما حاجات اللي يلزم برشا خدمه باش تصلحها، وهذا عادي خاطر ناتيف داج براتيكمون الاولى في ليكيب ناسيونال. ان شاء الله يكونوا دي ستاج برشا باش نجموا نوصلوا للاوبجيكتيف اللي حاجتنا فيه. ستاف تكنيك والناس اللي جندت الكل حاولت باش تعطي لو ماكسيموم وباش البنات يروحوا باكثر باجاج من الستاج هذايا، باش زاد شفنا اكثر لاعبات على مستوى كامل الجمهوريه. ثم حضور من صفاق، ثم حضور من قابل، ثم حضور من الكابون من تونس. تبارك الله البنات عطاو ما عندهم. نشكر الجامعه اللي خليت الستاج هذا يكون في صفاق، خاطر نورمالمون احنا بالنسبه لنا الجهه كامله يلزمنا بوكو دو ستاج لهنا باش لو نيفو يطلع باش نزيدو نديتيكتيو اكثر لاعبات. فهمنا مع بعضنا بالكدا، وان شاء الله في ستاجات الاخرين معنا نبداو نقدموا بالكدا بالكدا حتى لين نوصلوا. فما كاليفيكاسيون في الكوب دافريك في جويي، ان شاء الله نوصلوا لها ونعملوا حاجه به. فرحانه برشا لينا تو مع ليكيب ناسيونال مع المنتخب ومع اصحاب باهين برشا. وامس ديجا لعبنا ماتش اميكال كونتر بنات كادات سي اس اس، لعبنا بالكدا وفما هكا كل كونتاكت بيناتنا حتى ما عمرنا ما كورنا.